هاي، صباح الورد، كيفكم اليوم؟ توني ماخذت لي قهوة. قد ايش حر؟ يعني انا ما اوصف لكم، يعني تذكرون لما كنت اقول لكم حر حر؟ يعني الحين مو حر، الحين اسمها حريقة. صدق مرة مرة، يعني مو طبيعي. اليوم الجمعة، مرة مرة متحمسة لليوم من اول الاسبوع، لانه مخططين على شيء بنسوي، فوتوشوت يموت يجنن. طبعا انتم شفتوا تقريري عن فيلم كرويلا، من كثر ما اني مره حابه الفيلم قلت بسوي عنه لوك، بسوي له يعني فوتوشوت وكذا. فمره مره مره متحمسه مو شوي. بنسوي كل اللوك، بنسوي الشعر اسود وابيض، لوك الميك اب، الميك اب يا بنات يجنن، بتسوي لي يا منال. بعد شوي اصلا بقابلها وبوريكم اللوك، يعني احنا نسويه وكذا كل شيء. ايش بعد؟ مره مره متحمسه ما تتصورون قد ايش، مو طبيعي. فبنحاول يعني نخلي اللوك مستوحى بس بنفس الوقت انه نفسه يعني. بس مره مره متحمسه. keep watching. اول ستوب صالون، عشان لازم اسوي شعري. هذا صالون دار مضاوي، مره متحمسه لشغلهم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يطلع زي ما انا ابغى واحلى. صراحه دار مضاوي يعني جدا ثقه من الصالونات اللي مره مره احب شغلهم، ومتاكده انه بيطلع حلو مره. مرة متحمسة للنتيجة. أهلاً أهلاً. جايبين معانا طبعاً الدونات، قهوة موجودة، هذا الشعر. Where the walking, where the fall.
calculated.